وقبيل مغادرة استقبل سامح شكري وزير الخارجية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين مينار، واستعرض سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والصين في شتى المجالات بجانب بحث التطورات الإقليمية والدولية. تأتي زيارة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى القاهرة على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة.